بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم قناه خطابيطه. في موضوع كده ما عجبنيش قلت اتكلم معاكم عنه. في برنامج كده تطبيق بيجي اسمه هوجو تقريبا، يعني مش عارف قمه التعريض. انا بتكلم جد والله، اقسم بالله حاجه قله ادب. البرنامج يا جماعه عباره عن بنت بتبقى واقفه وحد بيجي يكلمها او حاجه زي كده. المهم واحد بيسال صاحبه ايوه ايه البنت دي، انا عايز اتعرف على بنات. حاجه منتهى السفاله منتهى السفاله. تعالوا مع بعض نشوف بس الحته اللي جايبها لكم من الاعلان الخاص بالبرنامج ده والتطبيق ده، ونرجع تاني مع حضراتكم. مالك يا صاحبي؟ معجب بالبنت دي ومش عارف ازاي اتعرف عليها. يا عم سهله، اكيد بتستخدم برنامج هوجو. برنامج هوجو؟ ايه برنامج هوجو ده؟ ده البرنامج الوحيد اللي انت لو نزلته تقدر تتعرف عليها بكل سهوله. بجد؟ ايوه. قاعد مستني ايه؟ يلا نزله بسرعه. يلا سيبك انا. ده كلام يرضي ربنا؟ يعني اعلان منتهى السفاله وقله الادب، تطبيق منتهى الوقاحه. للدرجه دي يا جماعه فين الناس على الكلام ده؟ ويجي يقول لك في مصايب بتحصل وفي جرائم بتحصل وفي مش عارف ايه بيحصل. طب ما هو طبعا لازم تحصل جرائم، ومين اغتصب مين ومين عمل ايه ومين تحرش بمين. يعني انا عمري ما شفت ان التطبيقات زي كده ازاي يتسمح بيها في مصر. احنا المفروض دوله ما تبقاش فيها الكلام ده، او اخلاقياتنا ما تسمحش بالكلام ده. ليه احنا ساكتين على الحوار ده؟ انا مش عارف. يعني ايه تطبيق يعرفك ازاي تتعرف على بنات وواحد يقف مع واحده ويتكلم معاها؟ لا ده في اعلان تاني بقى باللغه العربيه، ماذا تفعلين هنا يا فتاه؟ انه حبيبي وقد تركني ولا اعلم ماذا افعل، اذا انا الحبيب لك. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ احنا في ايام الجاهليه ولا فيكوا ايه؟ ده جنان واقسم بالله العظيم. التطبيق يا جماعه انا عايزكم تخشوا بس تكتبوا تعليقات وتخشوا تكتبوا بوك، يعني قد ما تقدروا تديله علامات قليله. بجد والله مش عايزين التطبيق ده يشتغل. يعني كل واحد يخلي باله بقى، يعني كل واحد يبقى حريص ويبص على تليفون ولاده وخصوصا البنات. انا بحاول قد ما اقدر اعمل كده فعلا، يبقى في كنترول على تليفون ولادي واشوف التطبيقات اللي عليهم ايه. وكل يوم بعمل الكلام ده، وفي حاجه اسمها الرقابه الابويه. يعني من حقك تعرف التطبيقات اللي نزلت ايه. دي بقت مسخره اقسم بالله. يعني هي خلاص بقت الدعاره ممكن تخش كده البيوت عادي بسهوله. طبعا ما عم تعرف عليه، يلا بقى يا حبيبتي مش عارف نعمل ايه 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 ايه, إيه. شكرا. ويمسك بقى عليها حاجه ويبدا بقى ايه يذلها ويجي عليها يعيط. لا بجد لازم نقف وقفه مع الحوارات دي كلها. ايه ده بقى علني، ويجي يقول لك مسكنا مودي مش عارف ادهم مش عارف مسكنا مين. طب ما هو لازم تمسكه بالاسلوب ده وبالطريقه دي. طب وليه؟ طب ما نقفل الاول ولا التطبيقات دي ما يتسمحش بيها اساسا. يعني قمه السخافه، واد سخيف جدا والاعلان سخيف جدا. ايه ده؟ انا عايز بقى اشوف تعليقاتكم وارائكم ايه في الموضوع ده. يا ريت يعني يا ريت حد يفيدني انا صح ولا غلط. يعني انا بتكلم كلام مظبوط ولا بهرت اللي زي ما بيقولوا كده في الكلام؟ انا اسف كده يعني بعتذر لكم ان انا متعصب، بس والله ما شفت الاعلان ده بيعصبني جدا. يعني قمه السفاله وقله الادب والمسخره. كان معاكم هاني، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي مش مشترك يعمل سبسكرايب واللايك والشير، وصباحكم فل.